أنا آلاء حسن لمص من مدينة رفح، عمري 35 عام، يوم 3/12/2023 طبعا تعرض بيتنا للقصف، دمر بشكل كامل واستشهدوا 10 من أفراد عائلتي. أصبت أنا بكسر في العمود الفقري بالفقرة القطنية وكسر في القدم. توجهت المستشفى لتلقي العلاج، تم تحويلي إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس. هناك كان الوضع صعب جدا، وكانوا الأطباء يعني أنا قعدت 4 أيام في المستشفى، التقيت في الطبيب مرة واحدة فقط، وبلغني الطبيب إنه الإبر المسكنة اللي أنا باخدها أو المخدر اللي أنا باخدها محدودة في المستشفى وصعب يعطوني إياها، فراح يعطونا الإبر، راح يعطوا الإبر تكون الأولوية لمرضى العمليات. غادرت المستشفى والحاليا في البيت، لكن ما بتلقى أي رعاية طبية. أنا بحاجة إلى رعاية طبية، أعرف وضعي، أعرف إيش المحاذير اللي ممكن أعملها تضر بصحتي. أنا الحمد لله الكسر ما وصل للعصب أو الحبل الشوكي، فحاسة بأطرافي وما فقدت لسه الإحساس بالأطراف، بس ممكن أي حركة أو يعني أي إشي غلط ممكن أعمله ممكن يضر بصحتي أو يعرضني للخطر.